سلطوي تافه مع رأس مال مقطوع من لحوم ودماء الأبرياء. لذلك نراهم يجترون بعض الأحداث في كل فترة عندما يفشلون في الحصول على مبتغاهم، يفشلون ويبدأون يجترون بعض الأمور لتأجيج الصراع الداخلي. الفشل الحكومة لا يتحمله السوداني، تتحمله أطراف عدة. أولاً الأحزاب التي جاءت به، ثانياً المرجعيات الدينية التي أفتت يعني ابتداء بعدم مقاتلة المحتل متجاهلة دماء الشهداء، وبعدين أفتت بانتخاب هذه الأحزاب، هي أيضا تتحمل جزء كبير من المسؤولية. نعم. وأخيرا تتحمل أمريكا التي جاءت بهؤلاء إلى السلطة الفشل، المسؤولية الكبرى في هذا المجال، لأنه الفساد المستشري، يعني هم يسمون سرقة نورز هي يسموها سرقة العصر أو من هالقبيل، بينما عبد الفلاح السوداني القرن بينما عبد الفلاح السوداني سرق 7 مليارات، والكل ساكت عنه، المرجعيات والأحزاب التي أعطاهم من الخمس وانتهت وطمطموها وراحت وانتهت، ما أنطوها أي اسم، بينما هي أكثر. المهم إحنا يعني ما يجري الآن هي عمليات تدمير للعراق بواسطة هاي الأحزاب الإطار، تتحمل مسؤولية كبيرة من